السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا من كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج ساعة جامعية. نحن معكم الآن في داخل الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وبداية الفعاليات وتغطيتها. نكون معكم الآن ومع فعالية لمشروع دعم الطلبة المحتاجين في الكلية الجامعية بدعم كريم وخير. كونوا بالقرب مشاهدينا الكرام ولا تبتعدوا. مشروعنا اليوم هو مشروع توزيع منح للطلبة والطالبات المحتاجين في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. هذا المشروع كان بتمويل من مؤسسة بريطانية الإسلاميك هيلب أو مكتب المساعدة الإسلامية في غزة. استفاد من هذا المشروع حوالي 114 طالب وطالبة، حل كثير من المشاكل لهؤلاء الفئة المستهدفة، منهم مثلا خريج ويحتاج لاستخراج شهادته، طالب محتاج ويحتاج للتسجيل، عليه رسوم متراكمة كثيرة. فعمل هذا المشروع على مساعدة هؤلاء الفئة المستهدفة وأعطى لهم حق في ممارسة والاستفادة من واستكمال التعليم الجامعي. بتعرف الكلية بتتمتع بشبكة علاقات دولية ومحلية واسعة، حاولت الاستثمار من هذه العلاقة والشراكة مع المؤسسة الدولية الممولة لتجاوز مهمتها وخدماتها في منح التعليم الجامعي من خلال مساعدة الطلبة على التغلب على مشاكلهم في ممارسة حقهم في التعليم الجامعي، وتحاول أيضا مع مؤسسات أخرى. بتعرف المنحة هذه لا تكفي لحل مشاكل جميع الطلبة، ولكن ستحاول بالتعاون مع مؤسسات أخرى لجلب منح أخرى للمساهمة في حل مشاكل والتغلب على الظروف الصعبة التي يعاني منها طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. نتكلم عن المخرجات في نهاية هذا المشروع. صحيح، كان عدد المستفيدين المتوقع 80 أو المخطط له 80 طالب وطالبة، لكن حاولنا توسيع هذه الفئة المستهدفة فوصل العدد إلى 114 مستفيد، بهيك وسعنا دائرة المستفيدين. فائدة كتير بالنسبة إلي أنا عن نفسي، أكيد بستفيد منها أنا وأهلي خواتي من بعد إخواني الولي الأمر الوالد. فمثلاً إنه كليتنا
خاصة وتعليمها عالي صح وشهادتها معتمدة، بس إنه الرسوم فيها تكلفتها عالية 250 دينار. أنا طلعت لي كمنحة من الكلية من المساعدة الإسلامية إنه 250 أدفع مقابلها مبلغ 250، شلوهم عني أخذهم الوالد لأختي اللي في الجامعة الثانية سجل فيها الفصل. أنا بالنسبة لي حد أدنى ما بستفيدش منها، ما بتكفنيش لدراسة فصل كامل. أختي في جامعة تانية سجلت لها فصل وكملت. استفدت من مكتب المساعدة وأنا أثناء دراستي، كانت يعني إنها تخفيف عبء كانت علينا، وبالنهاية إني يعني خففت عبء وحصلت على الشهادة في النهاية. أخذت الشهادة، كان يعني كان عندي رسوم كتير فخففت العبء علي وسلمت الشهادة. أشرقت شمس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في عام 1998 لتضيء شمعة التعليم التقني والتدريب المهني في قطاع غزة من خلال التفرد الكمي والكيفي في البرامج التطبيقية والمهنية المقدمة. قبل إنهاء العقد الأول من عمرها توجت بجائزة فلسطين الدولية للتميز والإبداع في العام 2007، تلاها الولوج المباشر في خدمة المجتمع بافتتاح مركز خدمة المجتمع في العام 2009 الذي يحتضن العديد من مخرجات مشاريعها التنموية كوحدة زيتون للرسوم المتحركة ووحدة المأمون للترجمة والتعريب وورشة يوكاس لخدمة المركبات الحديثة وعيادة اضطرابات التخاطب وأخيرا حاضنة يوكاس لاحتضان المشاريع الريادية. الكلية الجامعية كمؤسسة أكاديمية تقنية رائدة تسعى دائما أن تكون متميزة. تميزها هذا يأتي من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع التي قدمتها الجهات المانحة والجهات الصديقة للكلية، ساهمت بشكل حقيقي وشكل فعلي بأن يكون للكلية دور بارز في التنمية المجتمعية. اختصاص مساعد مهندس زراعي من الاختصاصات الجديدة التي وفرتها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لطلابنا الأعزاء، كما أن المشاريع الموجودة في الكلية ساعدت على توفير بيئة مناسبة لتدريب الطلاب، وهذه البيئة تشمل المختبرات والمزارع النموذجية والدفيئات والحقل المفتوح. سامي فايز الخليلي خريج الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، بعد التخرج تم العمل في الكلية الجامعية ليتم اختيارنا بعد ذلك للخروج في دورات تدريبية بالخارج. الآن أعمل في ورشة يوكاس لصيانة السيارات الحديثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من صوت الكلية الجامعية، أرحب بكم. يعتبر المركز الإعلامي في الكلية الجامعية واحد من أهم المشاريع التي تم تمويلها خلال العام المنصرم. هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى قطاع غزة، يوفر بيئة تعليمية متكاملة للطلاب وطالبات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال. أنا سماح كباجة من الكلية الجامعية في قسم تخصص تصميم الأزياء. كنت أحب هواية اللي هي تصميم الأزياء من صغري، وبدت اللي هو أنمي حلمي في الكلية الجامعية بفضل المشاريع الممولة اللي هي المختبرات والمشغل وقسم الهندسة، غرفة الهندسة. بيان مصطفى العالم، أحد مؤسسي شركة الار دي بي، شركة معلوماتية بتقدم معلومات جميع القطاعات داخل قطاع غزة، بتقدم معلومات للشركات وللأفراد، وهي شركة محتضنة داخل حاضنة اليوكاس للكلية الجامعية، تبع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. ساهمت حاضنة اليوكاس التكنولوجية بدعم فكرتنا وإنجاحها من خلال تقديم المكان الملائم للفريق وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المالي. وإلى جانب ذلك أفردت الكلية مساحة كبيرة للعمل المجتمعي
من خلال أنشطة متنوعة شارك فيها طلاب الكلية من شرائح المجتمع المختلفة بهدف تعزيز القيم المجتمعية لديهم وتشجيعهم على الانخراط في مجتمعاتهم. كل الشكر والتقدير لكم شركاء وأصدقاء الكلية لمساهمتكم الفاعلة في بناء ورهبة الكلية الجامعية. نعهدكم بأننا سنبقى على هذا الدرب وسنتميز وسنكون مؤسسة أكاديمية وتقنية رائدة في مجتمعنا الفلسطيني لنعطي المزيد والأكثر. نكون معكم مشاهدينا الكرام ومع فقرة الطلاب، طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. موضوعنا اليوم حول التدريب أثناء الدراسة. بفضل الطالب التدريب أثناء الدراسة أو ما بفضل؟ هيك أو هيك؟ ليش؟ خلينا نكون مع الطلاب ومقابلة جديدة نسألهم حول هذا الموضوع. في البداية نتعرف عليك. محمود أبو عمر. جهاد محميد. محمود وجهاد. محمود نبدأ معك، نتكلم إحنا عن التدريب أثناء الدراسة، أنت بتفضل إنك تكون بتتدرب أثناء الدراسة ولا لا؟ والله التدريب أثناء الدراسة أفضل، يعني أفضل بكتير، يعني طبيعة أفضل من العلم نفسه، لأنه تطبيق مع علم بيعطي نتيجة كويسة ممتازة جدا، أفضل من إنه يكون علم لحال. تطبيقه على أرض الواقع بيعطيك علم أفضل ونتيجة أفضل. أنت بتفضل إنه تتدرب أثناء الدراسة؟ صحيح. أثناء الدراسة طبعاً لازم يكون فيها حاجات عملية، لأنه الحاجات العملية بتديك نسبة 70% تقريباً أكثر من الحاجات الكتوبة تقريباً. خلينا هذا بالنسبة للعملي. صحيح. إذن جهاد برضو بتفضل إنك تتدرب أثناء الدراسة؟ صحيح. لازم. سبب يعني إحنا مثلاً بندرس مساعد قانوني. إذا أنا مثلا بضل أدرس كلام كلام كلام، فكيف بدي أروح أطبق على أرض الواقع وأنا ما عمريش طبقت ولا عمري يعني شفت القاضي كيف بقف ولا كيف هذا بسوي؟ يعني لازم إنه يكون في حاجات عملية في خلال الدراسة. صحيح. يعني طبيعة بدل ما أدرس سنتين وأجي أخذ أتدرب مرة واحدة، يعني كل اللي بياخده في السنتين أو 4 سنين أجي أتدرب مرة واحدة طبيعة حيكون بشكل صعب، حيكون أصعب. لكن إذا أنا نميت قدراتي مرة مرة بكون أفضل بكتير بكتير. يعني تعليم، دراسة، تدريب، بنمي القدرات بشكل كامل. كل إشي بتاخده بتطبقه طبيعي، يعني برسخ في الذاكرة أو في العقل. في البداية نتعرف عليك. مواد تترة. محمد حلس. محمد. معاذ ومحمد، احنا موضوعنا اليوم حول التدريب اثناء الدراسه او التطبيق العملي اثناء الدراسه، طبعا خارج الكليه. انت بتفضل هذا الاشي ولا لا؟ اكيد. انا احكي لنا ايش رايك. كمان بشكل عام انا بفضل التدريب خارج الدراسه، يعني بنكسب خبره وبكون صح في منه، بناخذ منه بسحب منه وقت، بس بنفس الوقت بنكسب منه خبره وبصير بنشتغل على مدار ثاني وبنشوف يعني حاجات يعني يمكن انت تساعدنا في الدراسه او ايش زي هيك.
ممكن انه الدراسه ما تبين الكاش كل الامور، صحيح؟ صحيح. يعني اللي بتعب يعني وبدور غير الدراسه، يعني بعتمدش على الدراسه وبشوف حاجه ثانيه برضه، ايش هذا خبره له. طيب وش محمد؟ والله هي كويسه يعني ممتازه، بتعطيك خبرات اكثر وبتساهم معك، يعني انت بتوضح لك حاجات كثيره انت ما كنتش فاهمها في مثلا في الدراسه، بتوضحها بالعمل والتطبيق. محمد برضو بتفضل انه تتدرب اثناء الدراسة؟ صحيح. حتى لو اخذ انت بتعود الفائدة لك عليك انت، مش للوقت اللي راح. والله هي كويسة يعني حتى الان الاوضاع، يعني احنا اول فصل منيحة يعني. انا بقول بعتمدش على الدراسة يعني، وبيعتمد على حاله في الشغل غير الدراسة، بغض النظر على الدراسة بيكسب خبرة له وبيشتغل اكتر ان شاء الله يكون افضل له. طيب شكرا لك وموفقين. الله يخليك يعطيك العافية. أعرف عليك والتخصص. محاسبة تطبيقية. غدير رجب أوادر. آية كريشان محاسبة تطبيقية. آية. طيب آية وغدير، نبدأ معك يا غدير. إحنا موضوعنا اليوم حول التدريب أثناء الدراسة، إيش رأيك؟ التدريب الميداني في وقت الجامعة كويس، إنه كمان بتهيئ الطالب إلى الحصول على بعد ما يخلص بحصول على فرصة عمل. تمام. وإن شهادات الخبرة بطلبوها إنه تبقى سنة سنتين ثلاثة مقابل العمل، إنك أنت تشتغلي في أرض الواقع. طيب وآية إيش رأيك؟ والله أنا شايفة التدريب إنه مش لازم يكون مع فترة الدراسة، يعني إحنا بالغالب متى بننزل التدريب؟ بننزل بفصل صيفي، الصيفي إحنا ما بيكونش معنا أصلاً مواد إن ناخدهم أو ندرس فيهم، فأنا لا، أنا شايفة إنه التدريب مثلاً يكون لحاله غير عن إنه يكون معي محاضرات وأروح أحضر محاضرات بين التدريب وبين المحاضرات. تمام، يعني ممكن يا آية إنه يأثر على محاضراتك في الكلية. اوكي انا معك انه بهاي انه حيأثر، اكيد حيأثر، لانه انا مثلا ما بين التدريب وما بين المحاضرات. طب مثلا لنفرض تدريبي متى؟ تدريبي مثلا تدريب مبلش من 8 الصبح لمتى؟ لتنتين الظهريات او لل 12 خلينا نقول اذا في تجاوزات بتصير. ماشي، بس انه كيف انا بدي اجي مثلا بعد التنتين مثلا واجي احضر محاضرات؟ طب انا الطالب انا نفسي مش هجمع، مش هكون مركزه، لانه هيك اصلا حيكون مع الشخص او الطالب ضغط. غدير ايش رايك؟ يعني ممكن انه يسحب من وقتك كثير في الدراسه. يسحب من وقت، بس بكره لما انا اخلص راح يبقى لي فرصه عمل كويسه، لانه التدريب اللي بنتعلمه في الكتب بيختلف عن الواقع. صح انه بشابه قوانين وتعريفات كل شيء، بس في الارض الواقع لما انت تيجي تحسبي وتعملي الضريبه او من خلال تدريب في البنك بيختلف. بدك تشتغلي إشي أساسي في أرض الواقع، إنه شغل اللي بدي أشتغله بيختلف عن الكتب. طيب النبذة يا غدير، النبذة أعطيني، يعني أنت بتفضل ولا ما بتفضل؟ لا بفضل التدريب. بتفضل؟ حتى التطوع في كذا مكان وعشان أحصل على خبرة بيزيد من الخبرة. وآية يعني في اعتراض، هل قلت أنا بداوم بحضر محاضرات وعندي كمان تدريب؟ لا، هيك ضغط على الطالب. طب انا ليش مثلا ما اخذ التدريب في فتره راحه وما يكونش علي فيها محاضرات؟ مش مشكله، هو فعلا تطبيقي. طب انا حتى بالتدريب العملي هو صح اكيد بيختلف عن اللي بناخذه بالمحاضرات، لانه بصير إشي عملي واشياء ما بناخذهاش اصلا، بس هيك وانا بالتدريب بصير يعني بيني وبين نفسه الطالب بصير يطبق بين ايش اخذ بالمحاسبه وايش اخذنا، يعني بصير تتبع بالدوره الماليه وكل إشي. اذا في انا مش مع اني اخذ خط سير متوازي، لا مش مع. عفواً.